بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بسم الله الرحيم الرحمن العظيم المنان ذي الفضل والجود والمن والإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، من خلق الله من أجله الأكوان، وبشفاعته وبسر الصلاة عليه يحرم الله أجسادنا على النيران. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للأكوان. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن سار على نهجك واتبع سنتك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الليلة، الليلة الثالثة من الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنا في مسجد شريف بالمنيل بالقاهرة. وتدور ندوة الليلة بمشيئة الله تعالى تحت عنوان اسم الله تعالى الكريم، فوض إلى الرحمن أمرك كله، فمن المدبر للأمور سواه؟ لا تقطعن باليأس حبل رجائه، فهو المرجى فاستعن برجاه. إن الكريم عطاؤه ونواله بحر يفيض بعفوه ورضاه، فارفع دعاءك إن ربك سامع، واخشع وأيقن بالجواب تراه. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك وجودك أن تتفضل علينا يا ربنا بالقبول من عندك، وأن ترزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. أيها الأحباب الكرام، نرحب بحضراتكم ونرحب بمن يتابعون على صفحة وزارة الأوقاف الرسمية، حيث هذه الندوة وهذه الليلة من ليالي هذا الأسبوع التي حرصت وزارة الأوقاف المصرية على أن تكون هذه الليالي مفيدة وممتعة في نفس الوقت. في هذه الليالي تطرح قضايا وتناقش بأسبابها وعلاجها، وهذه الأيام وهذه الليالي في وقتنا الحالي تعيش ونعيش روحانيات عالية مع أسماء الله الحسنى. في كل ليلة نعيش مع اسم مبارك من أسماء الله تعالى، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يحصونها فيدخلهم بها الجنة. وجزى الله خيرا من اختار هذه الموضوعات وهذه الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى لكي نعيش في رحابها. عسى أن تمسنا نفحة وبركة من بركات هذه الأسماء. يسعدنا أن يكون معنا خلال هذه الليلة من علمائنا الأفاضل الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية والوكيل السابق للكلية. فجزى الله خيرا أستاذنا على هذه الخطوات التي خطاها إلى هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من العلم والفضل، وأن نجد عنده الكثير والكثير بإذن الله تعالى مما يفيض الله عليه من علمه وبركته إن شاء الله. كما نسعد كذلك بمتحدثنا هذه الليلة أيضا الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. سنتحدث ونستمتع بالحديث حول اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو اسم الله الكريم. معنا قارئا كذلك الشيخ صبري متولي نوار، ونختتم بابتهالات يقدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد راشد.
أيها الأحباب الكرام، ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يكتمل ويزدان بالتعرف بأسماء الله تعالى وصفاته التي هي من أفضل وأوجب الواجبات على كل مسلم منا أن يتعرف ويعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله سبحانه وتعالى ومعرفته والتقرب إليه سبحانه بما يحبه ويرضاه. على بركة الله نستهل هذه الليلة المباركة بعد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونخلص في النية أن يتقبل الله منا هذا الوقت وهذا العمل وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع. وجزى الله خيرا من قام وأشرف على هذا العمل وجعله في ميزان حسناته. نستهل ليلتنا المباركة بخير الكلام وأطيبه وأجزله وأصوبه بالقرآن الكريم مع آيات بينات يتلوها القارئ الشيخ صبري متولي نوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا ولتنظر
ثم قدمت لغد واتقوا الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا خلقك فسواك فعدلك يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم إلهي في رضاك ملكت نفسي وفي قرآنك الحق اهتدائي وعذري بأنني ما كنت أدري بأن إليك بدئي وانتهائي أتيتك تغلق الأبواب دوني
وبابك أنت لم يغلق إزائي، وفي عين التي أثمت دموعي، وفي كف التي جحدت دعائي، أمامي فيض نورك يا إلهي، فلم أعي ما جنت نفسي ورائي. استمعنا أيها الأحباب إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها الشيخ صبري متولي نوار، استهللنا بها هذه الليلة الطيبة الكريمة من ليالي هذا الأسبوع الثقافي الدعوي والذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد شريف بالمنيل بالقاهرة، برعاية كريمة مشكورة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وموضوعنا في هذه الليلة نعيش مع بركة اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الكريم. يحضر معنا هذه الليلة أيها الأحباب الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد المفتش بإدارة جنوب القاهرة، والشيخ مصطفى علي مبارك مفتش بإدارة جنوب القاهرة، وإمام وخطيب هذا المسجد الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل محبة أسماء الله الحسنى وبركتها إن شاء الله تعالى. مع اسم من أسماء الله أيها الأحباب نعيش هذه الليلة، اسم الله الكريم. فعندما يذكر المسلم، عندما يذكر ربه بهذا الاسم الكريم، يشعر من داخله بأنه مغمور بفضل الله العظيم ورحمته الواسعة من كل جانب، أينما توجه وحيثما كان، فلا يسعه إلا أن يتوجه بقلبه إلى الله الكريم، معترفا بعجزه عن شكره، والاعتراف بالعجز عن الشكر هو عين الشكر. أيها الأحباب، حول المزيد من بركة هذا الاسم وسر اسم الله الكريم نعيش مع أستاذنا وعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، رئيس قسم الشريعة الإسلامية، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وكيل الكلية. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذه الجلسة المباركة التي تحفها ملائكة الله عز وجل، والتي نتقدم بخالص الشكر والتقدير على هذه الجهود التي يوليها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة اهتماما كبيرا، هذه الندوات التي تقام في مساجد مصر، الهدف منها هو نشر الثقافة الإسلامية ونشر تعاليم الإسلام وبيان منهج الإسلام الوسطي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لموضوع هذه الندوة، وهي أسماء الله عز وجل، ونختار منها اسم الله الكريم سبحانه وتعالى، نقول إن أسماء الله الحسنى هي أسماء تبين الجلال وتبين الجمال، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن خلقه، وتثبت لله عز وجل من الكمالات التي لا تتناهى. وأسماء الله الحسنى ثبتت وورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم.
فمن كتاب ربنا عز وجل كما جاء في سورة الأعراف يقول عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يقترفون. وفي سورة طه ورد أيضا النص على أسماء الله الحسنى، ومن ذلك قول الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي سورة الحشر يقول سبحانه وتعالى: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورد فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 100 اسم، 99 اسما، 100 إلا 1، من أحصاها دخل الجنة. هذا يدل على أن أسماء الله عز وجل الحسنى هي أمور توقيفية، وردت أو ورد النص عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا مجال للعقل فيها. فالله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع. وهذه الأسماء، أسماء الله عز وجل الحسنى، ذكر جمهور الفقهاء أنها تزيد عن 99 اسما، وذلك لأن إفضال الله عز وجل وأفعاله لا تتناهى، فكذلك صفاته عز وجل وأسماؤه. وإنما ورد النص على 99 اسم، هذا يدل على أنها إنما شرع التعبد بهذه الأسماء، هذا رأي بعض العلماء. وفي رأي بعض العلماء أو في رأي آخر أن التخصيص لهذه الأسماء إنما لشهرتها، وأنه يوجد غيرها أيضا. وأسماء الله عز وجل الحسنى من فوائدها أنها تدل على ركن الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أيضا تدل الذي يتفقه والذي يعي هذه الأسماء، تربي اليقين الإيماني في نفسه وتدعوه إلى حسن التوكل على الله عز وجل والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. لماذا؟ لأنه حينما يقرأ هذه الأسماء ويتعلم هذه الأسماء وما لهذه الأسماء من فيوضات إلهية ومن نفحات ربانية، يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ويسلم لله عز وجل في كل أمره، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو القادر وهو المحيي إلى آخر هذه الأسماء الحسنى. كذلك هذه الأسماء الحسنى معرفتها والتفقه فيها والتفقه فيما تدل عليه تدل أو وسيلة إلى قبول الدعاء، ووسيلة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. لأننا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها دخل الجنة.
والنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن لنا أنه إذا نزل بالمسلم هم أو غم عليه أن يتضرع إلى الله عز وجل قائلا: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي. فمعرفة هذه الأسماء وسيلة إلى إجابة الدعاء، ووسيلة إلى أن ينال المسلم مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المسلم حينما يتجه إلى الله عز وجل: اللهم ارزقني أو اللهم ارحمني، أدعى للقبول أن يقول: يا رحيم ارحمني، اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا غفار اغفر لي. هذا يدل على منزلة أسماء الله الحسنى وأنها أدعى لقبول الدعاء. نعرج في عجالة على اسم الله الكريم. هذا الاسم وهو اسم الله عز وجل الكريم معناه أنه يعفو إذا قدر، وأنه يعطي عطاء يزيد على منحة أو ما يتقرب الإنسان أو ما يطلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه وتعالى هذا الاسم يدل على أنه يعطي بلا من، عطاء يزيد على ما طلبه المسلم. وأيضا هذا الاسم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأيضا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. ولكن هل هناك فرق بين الكريم والأكرم؟ لفظ الأكرم أي ما تميز به هذا الاسم دون غيره، ولا يدانيه أي اسم من الأسماء، بخلاف الكريم فإنه اسم للذات واسم أيضا لما يصدر عن هذه الذات من أفعال. ما يهمنا هو ما حظ الإنسان المسلم من اسم الله الكريم. نحن الآن نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل تتجلى فيه سحائب الرحمات على كل من في هذا المسجد، وندرس معا اسم الله الكريم. ما هو حظ المسلم؟ أو ما هي الغاية؟ وما هي الثمرة؟ وما هي الفائدة التي ينالها المسلم حينما يتدبر، وحينما يعي، وحينما يفهم، وحينما يؤدي متطلبات هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ألا وهو الكريم؟ أول ثمرة ينبغي أن تكون حظا للمسلم هو أن يكرم المسلم نفسه، أن يكرم المسلم نفسه اقتباسا وأخذا من اسم الله الكريم. فقد ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب رسة أو ثياب دون يعني، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك مال؟ قال: نعم، أنعم الله علي بالمال. قال: من أي الأموال؟
قال من الإبل والبقر والغنم والعبيد وما إلى ذلك. فقال اذهب فأكرم نفسك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى أول حظ أو أول ثمرة يجنيها المسلم من دراسته وتعلمه ومعايشته لهذا الاسم هو أن يكرم نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الثمرة الأولى أن يكرم الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. وإكرام الناس يكون بالأخلاق الفاضلة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأيضا من هذه الثمار التي ينبغي أن يتعلمها وأن يستفيد منها المسلم من هذا الاسم، وهو اسم الله الكريم، أن يعلم أن إكرام الله عز وجل له بالنعمة هو نوع من الابتلاء يحتاج إلى الصبر كما يحتاج إلى الشكر. يقول سبحانه وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، الله عز وجل قال: ليس الإكرام دليل الإنعام، وليس التقدير دليل يعني الإذلال، وإنما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخر الآيات الكريمة. ومن ذلك أيضا إكرام القرآن الكريم. القرآن يقول سبحانه: إنه لقرآن كريم. فاقتباسا من هذا الاسم وأخذا من هذا الاسم المبارك وهو اسم الله الكريم، علينا أن نكرم كتاب الله عز وجل. وإكرام كتاب الله عز وجل بتدبره وحسن تلاوته والعمل بأحكامه وما جاء في هذا الدستور العظيم. كذلك أيضا مما يؤخذ أو من ثمار تجليات الله عز وجل على عباده من اسمه الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة عائشة: يا رسول، إن أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أيضا الدعاء في السعي بين الصفا والمروة، وكلكم نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة أعواما عديدة ومرات مديدة إن شاء الله. في السعي يدعو المسلم: اللهم أعفو وتكرم، واعفو وعمن تعلم. فكلمة تكرم هي مقتبسة ومأخوذة من اسم الله الكريم. كذلك أيضا حينما ينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة يأتي الدعاء بالفعل، يقول أو حينما ندعو الميت: اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والسلج والبرد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفيض علينا من واسع كرمه ببركة اسمه الكريم، وأن نكون أهلا لمرضاته وأهلا لمغفرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا في كل لحظة حظا من سترك وأمنك ولطفك ونصيبا من شكرك، واحفظنا من حولنا حفظا عاصما من معصيتك وهاديا إلى طاعتك، واجعلنا يا ربنا أرضى خلقك بك وأقربهم منك وأحبهم إليك. استمعنا أيها الأحباب
إلى هذه النصائح وهذه الفيوضات حول اسم الله تعالى الكريم، حدثنا بها الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، في هذه الليلة الطيبة الكريمة من ليالي هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة لرواد بيوت الله تعالى، حيث نحن هذا الأسبوع في رحاب مسجد شريف بالمنيل بالقاهرة، وفي كل أسبوع تتجدد اللقاءات في مسجد مختلف عن المسجد الآخر حتى تعم الفائدة والنفع لكل رواد بيوت الله سبحانه وتعالى، وكذلك لكل المسلمين والمتابعين على أونلاين على صفحة وزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب، ها هو اسم الله تعالى الكريم الذي سمى الله سبحانه وتعالى نفسه جل جلاله به ليشعر عباده. الله سمى نفسه الكريم لكي يشعر العباد بأن الله سبحانه وتعالى أرحم بهم من أنفسهم على أنفسهم، فهو ربهم سبحانه، والرب من شأنه أن يكون كريما، كريما على من يربيه ويصطفيه لعبادته. هذا الاسم المقدس، اسم الله الكريم، جامع لمعاني البر كلها في أسمى صورها وأرقى معانيها، ومحيط بنواصي العظمة جميعها. بهذا وصف الله سبحانه وتعالى فيما أنزل من القرآن الكريم على قلب عبده ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا في أول ما أنزل على رسوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تقام هذه الليلة أيها الأحباب متابعة لليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بمسجد شريف بالمنيل، بحضور رجال الأوقاف الأفاضل الدكتور محمود خليل والشيخ أبو بكر أحمد والشيخ مصطفى علي مبارك والشيخ عبد الرحمن خالد، مع أحد رجال الأوقاف المحترمين فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، يحدثنا حول اسم الله تعالى الكريم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. أنت المنعم المتفضل دائما وأبدا على خلقك، فلك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ونشهد أنه سبحانه وتعالى كريم حيي ستير، لا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. سبحانه خلق آدم بيده فسواه، وأمره ونهاه، فلما عصى آدم ربه تاب عليه مولاه واجتباه. سبحانه سبحانه طرد إبليس من رحمته فأصمه وأعماه وأبعده وأشقاه، وجعل قصة إبليس عبرة لكل من خالف الله وعصاه. سبحانه أخذ موسى بن عمران من حجر أمه طفلاً رضيعاً فرعاه، ووضعه في حجر عدوه فرعون فرباه، ومن على موسى بالنبوة والتوراة والكلام وآتاه. خرج موسى يوماً يطلب ناراً، فشرفه ربه وناداه وقال له: يا موسى إنني أنا الله. ومشى موسى على ماء البحر وما ابتلت قدماه. أيقدر على ذلك أحد غير الله؟ لا إله إلا الله. سبحانه سبحانه يعطي
إذا العبد سأل ويعطي من غير سؤال، ونصلي ونسلم على خير من سأل وخير من عبد وخير من شكر وخير من سجد، سيدنا محمد بن عبد الله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والأحباب والأتباع إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل يريد منا أن نتخلق وأن نتعبد له بأسمائه، فالله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فتعبدوا لله، أي فتعرفوا على الله، أي فلتتقربوا إلى الله عز وجل بتلك الأسماء. الله عز وجل كريم، يريدك أن تكون كريم الخلق، يريدك أن تكون سخياً، يريدك أن تكون جواداً، يريدك أن تكون معطاءً بلا من وبلا ثناء على من أعطيته، لأن الكريم الحق وهو الله يعطي ولا يمن على من أعطاه، بل يثني عليه. يقول سبحانه وتعالى عن سيدنا أيوب: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. من الذي وفق أيوب للصبر؟ الله أكرمه بأن جعله صابرا، فالله هو الذي أكرمه بالصبر ومن عليه بهذه الصفة ثم يثني عليه. أولئك هم الراشدون في سورة الحجرات، ثم يقول: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله عز وجل يريد منا أن نتعبد إليه وأن نتخلق بتلك الأسماء الحسنى، أي التي اشتملت على الحسن واشتملت على الجمال والجلال والكمال والعظمة والسلطان. الله عز وجل في آخر أو في أواخر سورة الانفطار: يا أيها الإنسان، يخاطب كل الجنس البشري، المؤمن وغير المؤمن، البر والفاجر: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ في هذه الآية يخاطب الله القلب، ويخاطب العقل، ويخاطب الجسد، لأن الإنسان يتكون من هذه الثلاث: عقل يدرك، وقلب يحب، وجسد يتحرك. فالله عز وجل خاطب في هذه الآية، خاطب العقل، وخاطب القلب، وخاطب الجسد: يا أيها الإنسان، ما غرك؟ الله يريد أن يحرك قلب العبد المغرور، يريد أن يحرك قلب العبد الجاحد الكنود، الذي لا يشكر المنعم، الذي لا يحفظ الجميل. ما غرك بربك الكريم؟ هذا الكريم الذي أوجدك من العدم، والذي أتى بك من العدم إلى الوجود، وأعطاك ومنحك وجعلك بشراً سوياً، ما غرك بربك الكريم؟ الكريم الذي خلقك في أحسن صورة، سواك وعدلك وأمدك في بطن أمك، ومهدك ثم أخرجك إلى الدنيا، ثم أعانك، ثم صرت بشراً سوياً، ثم شاباً فتياً، ثم رجلاً ذكياً. لك أن تتعرف على هذا الكريم. ما الذي أغفلك عنه؟ ما الذي أنساك إياه؟ ما غرك بربك الكريم؟ الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا عاهد وفا، والذي يعطي ويثني بعض عطائه سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل في القرآن الكريم قرن اسمه الغني مع اسمه الكريم: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قد يكون هناك إنسان غني ولكن بخيل، قد يكون هناك إنسان معه بعض النعم ولا يجود بها على من يحتاج إليها، ولا يمد يد المعونة لمن يحتاج المعونة، ولكن رب العزة غني
عن خلقه، وكريم يعطي البر والفاجر، يعطي المؤمن والكافر. بل إن من مظاهر كرم الله عز وجل، عشان تعرف كرم ربنا انظر إلى مظاهر كرمه. يقول الله للملائكة: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بسيئة فلم يفعلها فلا تكتبوها. لو أنت مع نفسك كده وحدثتك نفسك ووسوست إليك نفسك، لأن ربنا مطلع على خفايا النفس ونعلم ما توسوس به نفسه، إذا حدثتك نفسك بذنب أو معصية أو إثم ولم تعمل، يقول الله: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها، فإذا عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. لو تعرفون ولو تعلمون مقدار كرم الله ومقدار عطاء الله ومقدار جود الله لسجدتم شاكرين لأنعم الله عز وجل. ولذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أن يرى بعينه ويرى بعقله ويرى بقلبه ويرى بجوارحه وبجميع أعضائه أن الله هو المنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول سيدنا ميمون بن مهران وهو من كبار التابعين: إذا أسأت وعصيت سراً فتب إلى الله سراً، وإذا عصيت وأسأت علانيةً فتب إلى الله علانيةً، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، وإن الله يغفر ولا يعير. انظر إلى كرم الله وانظر إلى جود الله ومنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حينما يعطي العبد، إذا أعطاك الله فهو يشهدك بره، يظهر لك أيها العبد أنه هو البر، أنه هو المعطي، أنه هو الوهاب، أنه هو المنان الذي يعطي بغير حساب. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذا أعطاك فهو يشهدك بره، وإذا منع عنك فهو يشهدك قهره، وفي عطائه وفي منعه هو متقرب إليك، متعرف عليك. الله عز وجل يريد أن يعرفك بنفسه، فيعطيك لتعلم أنه هو العاطي، يمنحك لتعلم أنه هو الوهاب، ويمنع عنك ليعلم أنه هو القهار سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريد منا أن نتعبده بتلك الأسماء، وأن تتحقق فينا هذه الأسماء حتى نكون من عباد الله ونكون من عباد الرحمن. يحكى عن أمير من أمراء العراق كان يسمى معن بن زائدة. معن بن زائدة كان مشهودا له بالجود والكرم والسخاء والعطاء. فلما سمع بعض الشعراء بأن معن بن زائدة يعطي عطاء لا حدود له، ذهب إلى قصر معن وأراد أن يتلطف ليدخل ليمدحه فينال عطاء وينال مكافأة على هذا المدح لهذا الأمير، ولكن حجب بينه وبين الدخول، منعوه من دخول القصر على معن بن زائدة. فأخذ يطوف حول القصر لعله يجد حيلة يدخل بها القصر لكي يمدح معن لكي يحصل على جائزة ومكافأة. فلم يرى حول القصر ما يهيئه للدخول، فرأى في جدار القصر قناة تمر بها المياه، فكتب بيتين من الشعر على لوح من الخشب، ثم وضع هذين البيتين في المياه لعل هذه الخشبة تصل إلى معن فيقرأها فيأتي بالشاعر الذي يريد العطية. وبالفعل كتب البيتين من الشعر يمدح فيهما معن بن زائدة، وظلت الخشبة تجري وتمر في المياه إلى أن وصلت بأقدار الله إلى من؟ إلى معن بن زائدة. فلما رأى الخشبة وقرأ البيتين قال: من كتب هذا؟ من اللي كاتب الكلام ده؟
قالوا: رجل يدور حول القصر يريد الدخول إليك فمنعناه. قال: ائتوني به، هاتوه. فلما جاء الشاعر وجلس بين يدي معن بن زائدة قال له: أأنت الذي قلت هذا؟ أنت اللي كتب الكلام ده؟ قال: نعم. قال: فأعده علي، أنا قرأته عايز أسمعه منك. فقرأ البيتين وانظر ماذا قال هذا الرجل. قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. إيه معنى الكلام ده؟ الشاعر بيقول لمعن: أأذكر حاجتي؟ أقول لك أنا عايز إيه؟ أقص لك ما أقوله وأنت بتفهمه يا طيرة؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أنا مش محتاج إن أنا أقول لك إنني أحتاج إلى مكافأة أو إلى عطية. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما؟ يعني لما حد بيمدحك كفاه من هذا المدح أن تعطيه ما يريد، كفاه من تعرضه الثناء. فقال: أعطوه 10,000 درهم وأكرموه وقدموا له واجب الضيافة. فأقام إلى اليوم الثاني، فلما جاء الصباح قال: أحضروا لي الشاعر. فقال: اقرأ علي ما قلته بالأمس. فأعطاه 10,000 درهم أخرى. فتعجب الشاعر، قال: هذه العطية يعني ليست عادية. ففكر بالليل وأخذ نفسه وانصرف من القصر خشية أن يكون هذا غير معقول من معن بن زائدة. فلما أصبح الصباح وسأل أين الرجل، قالوا: خاف أن نأخذ منه ما وهبته. هذا معن بن زائدة عبد من عباد الله، يعطي من يعرض له ومن يتعرض له بالثناء ويعطيه فوق ما يزيد. فما بالكم بربكم، فما بالكم بربكم العزيز الكريم الذي يعطي بالسؤال ويعطي من غير السؤال. فكونوا كرماء، لأن الله كريم يحب الكرم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان أجود الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعلنا ممن يتخلقون بأخلاقه. اللهم ارزقنا عبادتك وحسنها، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك يا ربنا من فيض جودك وكرمك أن تنعم علينا بنعمك التي تعجز ألسنتنا عن طلبها. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للدعاء، بأن تلهمنا أسرار الدعاء حتى ننال يا ربنا بركات وكرم الإجابة. أيها الأحباب، حول فيوضات اسم الله تعالى الكريم عشنا هذه الدقائق مع الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ونحن نتابع نفحات وبركات هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الدعوي الثقافي التي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وعنواننا في هذه الندوة اسم الله تعالى الكريم. تعلمنا وعرفنا أيها الأحباب أن الكريم سبحانه وتعالى هو العزيز الذي يعطي بغير حساب ومن غير مسألة وبلا مقابل. الكريم هو من يعفو عمن أساء وظلم، ولا يحوج عباده إلى وسائل أخرى لكي تعينهم على تحقيق حوائجهم إذا ما توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتقوى. فهو سبحانه بكرمه لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها الأحباب الكرام، ليالينا هذه دائما نختتمها بأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال والرجاء. نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ أحمد راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، واحفظ مصرنا يا رب. يا من تقاصر شكري عن وكل كل لسان عن معانيه، وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عن الوقت ماضيه وآتيه، لا دهر يخلفه، لا قهر يلحقه، لا كشف يظهره، لا ستر يخفيه، لا عد يجمعه، لا حد يقطعه، لا ضر يصيبه، لا قطر يحويه، لا عين تبصره، لا كون يحصره، وليس في الوهم معلوم يضاهي جلاله، أزلي لا زوال له، وملكه دائم لا شيء يفنيه. سيدي يا رسول الله،
وأنا بين يديك فلن أجد إلا صلاتي عليك فخير منك لن تر قط عيني وأحسن منك لن تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فقولوا معا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله صلى الله كل من زار المقام سيدنا النبي رد السلام كل من زار المقام سيدنا النبي رد السلام يعرف الخلق تماما الحبيب مولاي محمد صلى الله هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خير البضاعة من الحبيب مولاي محمد صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله كم ليلة ضج الفؤاد من الأسى والعين أرقها كثير بكائي ناجيت فيها ذا الجلال تذللا فانزاح في الصبح الجميل بلائي سبحانك سبحانه ما كان يترك حائرا فهو الكريم وقد أجاب دعائي فاكتب على هام المواجع أحرفا باسم الرحيم يزول كل عنائي استمعنا أيها الأحباب إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد راشد اختتمنا بها هذه الليلة من ليالي هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد شريف بالمنيل برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد
مختار جمعة وزير الأوقاف، عشنا هذه الليلة مع نفحات وبركات اسم من أسماء الله الحسنى، هو اسم الله الكريم. شكرا لمن حضروا معنا، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. شكرا للسادة رجال الأوقاف المحترمين الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، الشيخ أبو بكر أحمد المفتش بإدارة جنوب القاهرة، الشيخ مصطفى علي مبارك المفتش بإدارة جنوب القاهرة. شكرا للأخ العزيز إمام وخطيب هذا المسجد الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد. شكرا لحضراتكم أيها الأحباب، وشكرا لكل من تابعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والقبول. حتى نلقاكم في لقاءات متجددة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.